زهراء، يلا قولي لي الحقيقة، بدي أعرف كل شي صار بيناتكم. يلا أحكي بنتي، طلعي بوشي. يا الله أمي، كم مرة بدي خبرك القصة؟ هي أول مرة بروح أنا وياه على مكان مع بعضنا. إيه ما قلتي لي إنك بدك تروحي لعند بيرين وقتها؟ إيه مزبوط يا خالتي، هي إجت حتى أسأليها لأمي. طيب بنتي، أنا ما عم بقول إنها عم تكذب. إيه شو قصدك أمي؟ قلتلك إنه تديري بالك من هالقصص ولا تتعبي قلبك يا بنتي، في شغلات مستحيل تصير بهالحياة. طيب وشو رح تقولي لسا؟ أخ ما بعرف شو بدي أحكي معك. يعني ما بعرف، ما عم أفهم شي، شو رايحة تعمل زهراء بهيك محلات؟ كوثر لا تتدخلي، هالشي بخص الأم وبنتها. شو يعني نحن غربة؟ ما نحن أهل البنت كمان، ولازم كلنا نحكي معها. يلا تعالي أختي جميلة. إيه معا حق، أنتو منكن غربة. شو بك أمي؟ ما فيكي تسكتي؟ شو لازم تعرفي؟ اسكتي. يلا قولي لنا هلا يا أنسي زهراء، فيني أعرف وين كنتي يا بنت؟ معقول هالتصرف؟ ما حدا بيعرف إذا كنتي بديسكو ولا ببار. بس خالتي كوثر، نحنا ما رحنا على مكان معنو منيح، وكمان لما رحت ما كان بدي بس باسل يلي أخذني لهنيك. لهيك رحتي معه فورا؟ شو بتروحي مع أي حدا؟ يا الله منك يا أمي، ما تحكي بهالطريقة. ما بتعرفي إنه باسل حب يفرحها؟ هو اللي أقنعها. أنت بتعرفي شو صار؟ حكولك عن الخطابة؟ هو لما شافها عم تبكي أخدها مشوار. إيه مزبوط. بنتي زهراء، مين اللي صوركن هالصور؟ ما بعرف مين اللي صور هالصور خالتي، عن جد ما بعرف، يا ريتني شفتهم.